خلونا نتعرف على لجنة تحكيم الشعر الحر والفصيح في هذا التقرير. الشعر يصنع التاريخ الوجداني للشعوب والمجتمعات. اكتبيني بكحل ودمع لأكون عيونا تلتمع، اكتبيني نخلة لأرفض الانحناء. اكتبيني أبجدية جديدة لأجرب كتابة قصيدتي الأخيرة. الثقافة الخالية من الشعر هي ثقافة جافة، جافة جفاف الرياح. الشعر هو الذي يطري هذه الثقافات ويمنحها بعداً روحياً عالياً. لم أرى الشعر يوماً إلا كائناً حياً يعبر عن هوية المكان وعن هوية الإنسان. الشعر في النهاية هو طريقة عيش ونظرة إلى غد وحياة أجمل ربما تأتي يوماً ما.